أما الموالي، ما هي الميزانية التي خصصتها يعني الدولة الجزائرية لعلاج مرضى السرطان في الجزائر؟ تقريبا نقدر نقول بأن أكثر من 46% من الميزانية ميزانية قطاع الصحة مخصصة للأدوية، للأدوية فيما يخص الأدوية. الأدوية نحن الآن نأخذ 1053 دواء تقريبا، نقدر نقول بأنه أغلبية الأدوية موجهة للسرطان، يعني تتجاوز بالكثير 30%. هذه الأدوية هي لمرضى السرطان. لماذا؟ لأن تكلفة الأدوية هذه باهظة جدا، ورغم أنها باهظة فالدولة تحملت المسؤولية لشرائها لصالح المريض، وهي موجودة في المستشفيات. تقريبا كل أدوية موجودة في المستشفيات كلها ولكل الأمراض بعدد 1053 دواء. هناك تذبذب وندرة في الأدوية خاصة. ليست هناك ندرة، هناك تذبذب. نصحح، الندرة هذه تخص 400 من 1000، يعني تقريبا 42 دواء. عندما يكون تذبذب نتيجة مسائل خارجية على الوطن، يعني تذبذب من عند الممول نفسه، يتم التكفل بتعويض دواء بدواء آخر بنفس الصورة. يعني التذبذب هذا لمدة معينة لكن تم التكفل به. يعني الآن مثل ما تكلم عليه المدير العام للصيدلية المركزية المستشفيات وذكر عدد الأدوية، و 400 هي نفس الرقم. يعني ليس فيها ندرة، هناك تذبذب فقط. هناك تذبذب وليس هناك ندرة فيما يخص المستشفيات. أنا لا أتكلم على الصيدليات الخاصة اللي موجودة خارج، هذه لا تتبع القطاع، ولكن حتى هناك مجهود كبير لجلب الدواء من قبل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني للتكفل بالحاجات الخاصة بالمرضى فيما يخص الصيدليات الخاصة. أما الصيدليات العمومية فأنا أؤكد مرة ثانية أن هناك تذبذب وليس هناك على الإطلاق ما نسميه بغياب للدواء. نعم.